التجربة ما بنبصش على النتيجة طبعا، ولكن بنبص انها تجربة مفيدة خلت الجهاز الفني يبص بنظرة اوسع على اللعيبة اللي ممكن تاخد فرصة الفترة اللي جاية. المباراة ديت مباراة مهمة جدا. حمدي فتحي بنسبة 80% اعتقد ان هو هيبقى جاهز لماتش الترجي. كل كرة طالعة من رجليه طالعة سليمة، عملية الضغط، عملية صحيح. الروح، بيروح في اماكن مش بتاعته، بيكمل في الهجمات لحد اخر دقيقة، بيأدي اداء وروح قتالية عالية جدا. مظبوط. وليد سليمان قبل ما يصاب في اخر 5 دقائق فلعب حوالي 85 دقيقة على اعلى مستوى، بيجري في كل حته، لاعب تكتيكي على اعلى مستوى. دول الاثنين مهمين جدا الى جانب رامي، بيثبت لنا انه الراجل وجهه نظره سليمه في المليون في الميه، انه في الحته دي قادر جدا ان هو يؤدي فيها بالشكل اللي هو المطلوب. والكرات العرضيه اللي هتمثل خطوره جدا في ماتش الترجي، الحاجات الواو والحاجات اللي هي في الثلث الاخراني، اعتقد انها هتبقى مفيده جدا. ان وليد ممكن رامي ممكن جدا يتوظف في الحته دي، هتبقى جيده جدا. وكذلك في الكرات الثابته اللي لينا واللي علينا. دول الثلاث عناصر مهمين جدا. اعتقد واتمنى على الجهاز الفني ان يكون هناك مباراه وديه اخرى يوم 7 او يوم 8، لان أيوة السفر هيبقى 14 و15. فبرضه تاكيدا على اللياقه البدنيه ولياقه الماتشات، ممكن جدا حمدي لما ياخد تاني، ورامي لما يتجرب مره تانيه في الحته دي، ووليد برضو لما ياخد مره تانيه، دي اسمها لياقه مباريات، اعتقد انها هتبقى مفيده جدا بالنسبه للفتره اللي جايه. صحيح. كابتن شريف، يمكن زمان الكابتن عادل من اللعيبه اللي كانوا رامي، حمدي فتحي، ووليد سليمان. وفي الشوط الثاني او اجمالا في المباراه، Yeah.